هذا اللي يصير يا جماعة بعد كل تحدي عسيري يفشخ الباقي. طيب يا جماعة بما انه حنا ملوك تظبيط يا جماعة فسحس قرر يشتري 100 برجر واول 100 شخص يجوا ياخدوا برجر مجانا. عليكم بالعافية ارفع الشاشة على فوق عشان تاخدوا العنوان يا جماعة. الحق الحق ما تلحق يلا يا جماعة الخير. بما انه حنا ملوك تصوير لا استنى انا حزبد هذه المرة. ايه من كتر ما عجبني البرجر الكلاسيك الاوريجينال مرة عجبني انا اشتريت ثلاث كم؟ 100 برجر. اول 100 نفر يجوا كل نفر له برجر. حياكم الله حيا الثغر. بس قولوا لهم من طرف سحس احط لكم اللوكيشن ارفع الشاشة على فوق ما حتكلم كثير. يستحق يستحق يستحق. اول 100 شخص ياخذوا برجر اوريجينال مجانا ارفع الشاشة على فوق. ايش تقول لي؟ والله جيت بس شديت البار في النادي. والله بالنادي الاخوي يقول لك تعال. بالعافيه عليكم يا ربي. بالعافيه عليك حبيبي حبيب قلبي. الله يخليك يسعدكم يا رب. يلا بالعافيه بالعافيه. والله انت باين عليك جيعان جاي صاروخ جيعان انت. مره يلا بالعافيه حبيبي بالعافيه. يعني واو تعال تعال والله ما تروح. مرة يفوز يا أخي أتعب وأقول لكم. يعني نحن جربنا أشياء كثيرة زي كذا بس ما أمزح معاكم من أفضل الأماكن اللي أخذت فيها الدجاج والبطاطس. اللامبورغيني الكبير. واو 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 ما في كلام اقوله. هنا عندكم الاوريجينال كريسبي تشيكن يا اخي. البرجر مرتب ما اعرف كيف اقول لكم بس مره مرتب. واو 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 يا اخي ابى اسمعكم صوت الدجاج. يعني خرجته من البرجر عشان ابى اسمعكم الصوت. اسمعوا مره صعب انك تسوي برجر بهذه كميه الصوصات وفي نفس الوقت يكون كرنشي صراحه. هو الموضوع كان مفضل واقع صح ولا بكل فاهم صح احنا فين خلص يعني شوفه لسه هخلصه. ما اقولها كثير لا يفوتكم لا يفوتكم. وهنا عندهم الميبل سراتشا وي 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 وي. الموضوع هذا يبغى له يدين الصراحة.
لا يفوتكم. هنا هنا عندهم برجرين يبوني اجربها. هذا الدجاج بالرمان. كيف طلع لي هو؟ طلع لي هو. ايوه شكرا. دجاج بالرمان. هذا في رمان. ايوه شايف الرمان؟ طيب. لذيذ، دجاج مشوي غير عن الكريسبي. وهذا اللحم اللي بالرمان. حتى ده برضه فيه رمان. فيه رمان. اوه صح؟ اللحم دزن الدجاج يجيك كده مرمر. لا. رمان. لا من جد اللحم لازم الدجاج. في الرمان. تعرف ايش اسمه الطلب؟ انكم اسمه مطعم. لا استنى استنى ايش اسم اللحم مع الرمان؟ شوفوا من الاخر لو جيتوا لازم تجربوا الدجاج هذا اوريجينال كريسبي دجاج مره لذيذ مره شايفين هذا الشيء؟ هذا معصوب. قولي 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 قولي. هيلسع صح؟ لا لا على خفيف. هيلسع؟ على خفيف. طيب. هذا تاكل تعرف تسوي؟ دحين حرقص استنى شوية يعني هم جابوا لنا المعصوب كان المفروض المعصوب في الآخر بس ليه فسخت؟ ما فسخت الجاكيت ما فسخت الجاكيت ما فسخت الجاكيت حريت ممكن أكمل أكل؟ برجر لا هذا حقي هذا شكله جيد يعني فيه والله هذا شكله جيد والله شكله جيد جلسة معاك ما تجيب لك روش جيب ايش هذا؟ اوف هذا بالبيض واو يا ويلي ويلي يلا كل لا خذوا خلاص ما ابغى جابوا لي صوص قالوا جربوه يعني انا اتوقع مو كذا التجربه بس انا حجربه كذا اول مره اشوفك تعض برجر يعني بالبساطه دي كيف بخاطر يعني حقيقي فعلا سحس لما يعض ها تبغاني اعض ايه عض ايوه هذا برجر خلاص خلص البرجر جيب واحد ثاني